مسموح بها. النائب المحترم محمد أبو العنين، الصعوبات اللي واجهت عملية التصدير إلى الأماكن دي فيما يتعلق بصعوبات النقل أو التأمين على مخاطر الصادرات أو عمليات الاستثمار من أجل هذا السوق أو الدخول في السوق ده بتكنولوجيا مصرية لصناعات معينة باستثمارات في البلاد دي عشان نصدرها من هذه البلاد إلى مصر، أو استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر وسط قارات العالم لتكون مصر هي محور تجارة أفريقيا إلى أوروبا وإلى دول الشرق والغرب. دي سياسات، دي استراتيجيات، دي أفكار جديدة لابد لها أن تفعل من أجل تفعيل هذه الاتفاقية.